حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود، عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار ذاك النزول، صعود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول، هل لي مزيد؟ ومذلاه جل نادى هلمو، أجابوا الدعوة، مثلك مثلك كل عاشور تجيب الدعوة، تجيب دعوة الداعي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فأنت أيضا تجيب الدعوة. جابر الأنصار يقول ونحن معهم، جزروهم بالسيوف، قطعوهم، من أحب حجرا أو مدرا حشره الله معه يوم القيامة. وانت اسأل قلبك ايش قد تحب الحسين. ملأوا ومذلاه جل نادى هلموا وهم المسرعون، مهما نودوا لكن فقضى والصدور منهم تلظى، بضرام وما أبيح ورود، تركوهم على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد، لو درى فوقه هياكل قدس وللحشر فيهم محسود. تربة يا كربلاء، اليوم يوم حبيب، ها بعضهم يحلو إليهم يقول حبيب بواب الحسين عند سجل الزوار، يحلو للبعض وما لهمهم يا مولاي
خلهم في عقيدتهم مع حبيب. يقول سجل الزوار بإيده أسأله هذا اليوم عم يا حبيب السنة أشوف ما سجلت زوار البحرين عياك، ما تبغون سيدي؟ ها احنا مونتون أهل البحرين يسمونكم كربلاء الثانية، كربلاء الثانية البحرين. تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود يقل حبيب الليث مقصدنا المنايا نبقى على حر الثرى دونك ضحايا عنك نصد لا وين يا شمس الهداية شنعتذر عند المصطفى خير البرية عنك نصيد والجيش سد فجوج البرور رحم الله أبو يوسف ويلي عنك نصيد والجيش سد فجوج البرور لازم عليك الماي والجو نار مسعور من غير ناصر بس حرم تلعب الخدور شنقول للكرار والزهرة الزكية وانا حياتي بهالدنية عايف لها حق الوصي والطاهرة الماكو مثلها لحمل على الجيمان وبعزمي لفلها اما نجاح ونصر لو فوز ومنية أثنى على انصاره وتشكر شبل عدنا الشار رواهم منازلهم بلجنة قالهم ترى باكر منايانا يا فرصة وحريم نتروح بيسر لو غاد ومي وكل من لحرما يوديها لأهلها وما حرمنا للضرم والسلب خلها باكر تظل بهالفيافي وما حد لها من كربلاء للشام يودوها هدي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال مولانا ومقتدانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أتقى من أهل بيتي فجزاكم الله عني خير الجزاء نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث في هذا اليوم أيها الأحبة المؤمنون والمؤمنات بعنوان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ممن رزقوا الشهادة في كربلاء. أكو أمرين. الأمر الأول، نحن لسنا بصدد ذكر العدد لأنه موضع خلاف، 25 أقل أكثر، وأساساً العدد في كربلاء موضع خلاف مثل ما تعرف، سواء كان على مستوى أصحاب الإمام الحسين أو حتى على مستوى الجيش المقابل. الأمر الثاني، عندما نقول أصحاب النبي ممن استشهدوا في كربلاء، ليتبادر إلى الذهن أننا نريد أن نعطي شرعية للحسين عليه السلام بهم. هذا يذكرنا بحرب الجمل. هالحرب الله الشيخ محمد جواد مغنية يقول 12-13 ألف قتيل كلهم يصلون إلى القبلة، فتنة. إجا واحد يسأل أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لي أخبرني كم مع علي من الصحابة. قال لي كأنك تريد أن تعرف فضل علي بهم، يعني إذا قلت لك وياه 50 وهناك 20 يعني هو على حق. قال بلى أردت ذلك. قال والله ما عرفنا لهم فضلا إلا باتباعهم علي. اتباعهم لعلي هو اللي أعطاهم الفضل. كذلك بالنسبة إلى من استشهدوا في كربلاء، زادوا فضلا ومكانة باستشهادهم مع الإمام الحسين عليه السلام وامتثالهم لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. الأول، إحنا عندنا أربعة راح نتكلم عنهم تقريبا، الرجاليون والمؤرخون أجمعوا على أنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أكو إجماع. الأول أنس بن الحارث الكاهلي، الثاني عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري، الثالث مسلم بن عوسج الأسدي، والرابع صاحبها اليوم حبيب بن مظاهر الأسدي. الأول أنس بن الحارث الكاهلي، هذا أنس وأبوه صحابيان جليلان، هو وأبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله بواسطة أبيه. هذا أخوه ما ينفي أنه صحابي، هو صحابي، بس هذا الحديث يقول أنا سامعنا من أبويا مباشرة، يعني واسطة بينه وبين النبي من؟ الوالد اللي هو الحارث أو الحرث الكاهلي. هذا أبوي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول والحسين في حجره، في حجره يعني عمره 2-3-4 حواليها، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول والحسين في حجره إن ابني هذا سيقتل في أرض يقال لها العراق، فمن أدركه فلينصر. وفعلا هذا أنس لما سمع الإمام الحسين غادر مكة إلى كربلاء عجل والتحق به ونال السعادة الأبدية. لما نقول صحابة النبي صلى الله عليه وآله الذين استشهدوا في كربلاء، قطعا أعمارهم فوق 60 بسنوات. ليش؟ لأن المؤرخ لما يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وآله يميز، يقول من صغار الصحابة يعني صغار السن، أو يقول من أصحاب النبي يميزونهم، مثل عبد الله ابن عباس من صغار الصحابة يقال له، هو أكبر من الإمام الحسين عليه السلام بس من صغار الصحابة. عبد الله ابن جعفر بعد من صغار الصحابة. الحسنان عليهما السلام، حسن الحسن والحسين صلوات الله عليهما، أيضا يشار إليهما الإشارة بعد. بس هذا أنس ابن الحارث الكاهلي ما يقول المؤرخ من صغار الصحابة، يقول من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، يعني عمره كان عمر معتد به،
16 17 18 19 سنة، هذا عمر معتد به مو طفل. فعمره في كربلاء قطعا خوف فوق 75 وانت طالع فوق. هذا الأول. الثاني عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري، من اسمه يعني من الأنصار من المدينة. وجنابكم تعرفون الأنصار غالبيتهم يا أوس يا خزرج، هذا خزرجي. عبد الرحمن ابن عبد رب الأنصاري هذا من الذين استنشدهم أمير المؤمنين عليه السلام في رحبة الكوفة ليشهدوا له بحديث الغدير. في الرحبة سنة 36 للهجرة أمير المؤمنين سلام الله عليه استنشد من كان حاضرا اللي سمع النبي في غديركم فليقم. يقول قاموا 12 بس أو 13 لأن في اسم منهم موضع خلاف. 12 واحد منهم عبد الرحمن ابن عبد رب الأنصاري قال بلى سمعت النبي صلى الله عليه وآله يخطب فينا في غدير خم وقد أخذك من يدك يا أمير المؤمنين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، عاد من عاداه، انصر من نصر، إلى آخر الحديث. لما أقول لك من الذين استنشدهم وأجابوه يعني هذا من الخلاص، لأن في كثيرين موجودين ما استجابوا. وإذا أنت تحب تقرأ التاريخ، إذا تحب تقرأ التاريخ ما شاء الله لها المنطقة أكو ميزة يعني دقيقين جدا. على أي حال هذه ميزة يعني تفرح القلب جدا، يعني تدخل السرور على القلب. فإذا كنت محب إلى التاريخ تنبش شوية، كل من رفض الشهادة مع أمير المؤمنين في الرحبة كانت خاتمته خاتمة سوء. شهادة كاتم الشهادة هي مشكلتها مشكلة، بعد مو كاتم شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا يعني منقطع الولاء لأمير المؤمنين، محب لأمير المؤمنين، شارك في حروب أمير المؤمنين، وبحسب بعض الروايات شارك مع النبي صلى الله عليه وآله في حروبه. يعني هو في كربلاء اتجاوز بعد عمر كبير هذا عبد الرحمن ابن عبد ربه. عبد الرحمن إذا تذكرون لما تقرون ما كتبه المحققون في كربلاء أنه كان يمازح برير ابن خضير. برير ابن خضير فقيه عالم معلم القرآن، والظاهر من الشواهد أن معلم القرآن في ذاك الزمان كانت إلى مكانة عظيمة جدا. خو معلمين القرآن اليوم على الرأس وعلى العين مو مقصرين، الله يجازيهم خير الجزاء، لهم دور عظيم. بس نريد نبين بعض الأمور يعني، ولنا في ذلك هدف أيضا. اليوم معلم القرآن تقريبا يركز على تعليم الناس القراءة لئلا يلحنوا في قراءة القرآن الكريم، الإعراب التجويد يركز على هالأمور، صح لو لا؟ ذاك الزمان لا، معلم القرآن فقيه المعارف الإسلامية والأحكام الشرعية وعلاقة الآيات بالعقائد وهالأمور كلها يعني متبحر. لذلك احنا لما نقول شوف هذا هدفنا اللي نبغى نوصل إليه، حوراء زينب كانت معلمة النساء في الكوفة تعلمهم القرآن الكريم. يعني زينب ايش قد عندها من العلم، ومو أنا هالقاصر الألكن اللي أشهد إلى زينب عليه السلام، عالمة غير معلمة، شهادة معصوم، مو أنا هالألكن هذا أشهد إلى زينب، بس حتى أبين يعني. فكان يمازح برير في العاشر، فالتفت إليه برير قال يا عبد الرحمن والله ما هذه ساعة باطل. لأن جنابك تعرف أن المزح خصوصا المبتذل باطل. يعني بين قوسين أكو بعض الناس الله يحفظهم ويهديهم إن شاء الله، إذا دخل بالمجلس يصير مهزلة المجلس، هو يعني مزح مبتذل خصوصا بعد الكلام البذيء، تشوفه يمزح بالشتيمة الكلام البذيء، هذا مو مقبول، هذا باطل. بعد لكن التفت إلي بعد ما يصير المؤمن مكشر وجهه 24 ساعة بعد،
البرطم دال عنا على الصدر 24 ساعة، ايش فيك يا مولاي؟ لا تاخذ الدنيا على راسك بعد. المؤمن هش بهش. كان النبي صلى الله عليه وآله يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. المؤمن إذا دخل مجلس يفرح الجالسون بدخوله، ينشرح صدرهم، يكون طاقة إيجابية بهذا المجلس، طاقة إيجابية على الآخرين. هذا المؤمن. الله وكيلك في ناس لو تعطيه 100 دينار ما يطلع ضرس واحد يضحك. عاد ليش عاد؟ بعضهم بعد بعضهم إذا دخل إلى بيته كأن قنبلة نووية داخل البيت، لا ينواس جاهل يتحرك، لا ينواس من يعرف بهاي الطريقة. يعني المؤمن لازم يكون منشرح الصدر، المؤمن لطيف في تعامله، حنون على الآخرين. فالتفت إليه كأن ما قبل منه، لأن هذا برير ابن خضير غالب عليه النسك والعبادة، معروف برير عابد زاهد. فالتفت إلى عبد الرحمن قال والله وما أنا بمحب للباطل، وأهلي ما عرفوني أحب الباطل لا كهلا ولا طفلا ولا شابا، ولكن يا برير إنها ساعة فرح وسرور، ما هي إلا ساعة يميل القوم علينا أو نميل عليهم فنعانق الحور العين. نعانق الحور العين يعني كناية عن دخول الجنة، تنفتح الجنة إلينا على مصراعيها. بعد ما في أعظم من الشهادة تحت لواء الإمام الحسين عليه السلام، وهذول أصحاب النبي سامعين كل شيء عن الحسين. هذا عبد الرحمن ابن عبد رب الأنصار. بعد عندنا من؟ مسلم بن عوسجة الأسدي. مسلم ابن عوسجة وحبيب كلاهما تجاوزا 80 بسنوات، شيخ. يقول المؤرخ كان يشد حاجبيه بعصابة لكي لا يقعان على عينه، وشد صدره لأن بعد الشيخ الهرم يصير محني الظهر، ومن نعمره ننكسه في الخلق. بس شوف شلون، ها هذا يذكرنا بهالآباء، خصوصا بالليل هذا مطلعين على ويلشير ومقعدين على بابه، هذا يسحبونه سحب. شيخ قعد ببيتك عاد أبويا، من شغل لك البث المباشر عندك؟ قال ما أعرف يا ولدي، أحب الحسين، أنا أقعد ببيتي أخاف تعتب علي الزهراء، خلني مدام في قوة أسمع، لو أسمع من بعيد خلوني. هذا شايفينهم إحنا يا مولاي، إيش هالحب إلى الإمام الحسين، إيش هالمحبة. مسلم ابن عوسجة من الصحابة أيضا، وقد شارك في بعض الفتوحات. بعد مسلم يذكرون عنه مثل سنة 26 للهجرة فتح أذربيجان، كان من المشاركين. هاي معركة كانت بقيادة حذيفة بن اليمان العنسي، صحابي جليل، صحابي جليل، أعلم بأسماء المنافقين منه هذا حذيفة، أعلم واحد بأسماء المنافقين. تذكرون قضية العقبة وغيرها، محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعرف كل شيء، فكانوا يخافون منه بعض المنافقين أن يدلي بأسمائهم. ليش شارك في المعارك والفتوحات؟ هذا مو حديثنا اليوم إحنا، بس إشارة سريعة. يعني العلامة الشيخ الكراني عنده كتاب مفصل الفتوحات الإسلامية، وحاط بالأرقام والأدلة. أقلها لما يشارك مثل حذيفة هذا الصحابي الجليل الورع التقي، أن الأخطاء ستقل، يعني ستقل الأخطاء. وبين قوسين اقرأ البقية أنت، لا تورطني وياك أرجوك، اقرأ البقية أنت. فعلى أي حال إحنا ليش ذاكرين هذا الفاتح سنة 26 للهجرة؟ هذا عندنا شاهد منه في كربلاء. لما استشهد مسلم بن عوسجة خرجت إحدى نساء زوجته تصرخ ومسلمة وابن عوسجة تولول، فأخذ الجيش يضحكون عليها ويهزؤون بها. إهني شبث ابن ربعي، تذكرون أمس قلنا منذكرها شوية، نذكرها شوية، حصل لي لعن بعد اليوم زيادة لعنة الله عليه. ما قصر في كربلاء هذا شبث. شبث شبث احنا قلنا أمس لو أفعى تغير جلدها كل يوم ما تغلبه،
وبعطيك الحين نبذة بسيطة سريعة. شهادة في مسلم ابن عقيل مهمة إلينا، والشاعر يقول: والفضل ما شهدت به الأعداء، عدو يشهد إليك بالفضل، هذا بعد أضعاف مضاعفة، شهادة خوش شهادة. هذا لما طلعت زوجة، هذا شبث ابن ربعي، خلنا شوي نوقف عنده. لما إجي ودخل إلى الإسلام وأسلم، أول شيء أسلم، أسلم ودخل إلى الإسلام. بعدين لما ارتدت سجاح صار مؤذن لها، صار مؤذن. سجاح شوكتها انكسرت، رجع مسلما على اصطلاحنا وانضوى تحت الخلافة. صارت قضية مقتل الخليفة الثالث، هو أولهم وياهم، جاء المدينة ودخل. صار أمير المؤمنين خليفة، صار تحت لواء أمير المؤمنين يقاتل مع علي بن أبي طالب. صارت قضية الخوارج، حمل اللواء ويا الخوارج. خرج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، أول من كاتبه هو هذا شبث ابن ربعي، أن أقدم إلينا ستجدنا سيوف وغيرها من الأمور. الحسين وصل إلى كربلاء، صار قائد مع جيش بني أمية. ثار المختار ابن أبي عبيدة، حاول يتقرب منه يتلصق به، شاف لا جزر، قتلت الإمام الحسين أول ما بده، ففر على وجهه إلى أبناء الزبير وقتل مع مصعب بن الزبير. أنا ضيعت الحسبة، حسبتون شباب كم مرة بدل جلده اللعين هذا؟ لعين لعين. على يتحال شهادة في مسلم لما طلعت زوجته تولول وهذول يضحكون عليها، قال: أتهزؤون لقتلكم مسلما بن عوسجة؟ والله لقد رأيته في فتح أذربيجان وقد قتل 6 من المشركين قبل أن تلتئم راياتنا. احنا ما بدأنا المعركة وهو يحارب بروحه، قتل 6 من المشركين. هاي شهادة شبث لعنة الله عليه في مسلم بن عوسجة. ويكفيك أنه لما إجا إلى الإمام الحسين يؤبنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حبيب قعد عد راسه: يا ابن العم، لولا علمي بأني ماض على ما مضيت عليه لأحببت أن توصيني. فأشار بسبابته إلى الإمام الحسين، قال: بس عندي وصية واحدة، أنا ما أبغي أي وصية أخرى، أوصيك بالحسين خيرا. هذا مسلم. اجي إلى من؟ حبيب ابن مظاهر الأسدي، صحابي ممن التصقوا بأمير المؤمنين وشارك في حروبه، سيف من سيوف علي بن أبي طالب، من أصحابه المقربين. أمير المؤمنين ما أطلع كل اللي وياه على علم المنايا والبلايا، هذا حمل هذا العلم ويا أصحاب أمير المؤمنين الخلص: ميثم، رشيد الهجري، حبيب ابن مظاهر، هذول حملوا هالعلم. ولولا علم أمير المؤمنين بإخلاصهم وبإيمانهم ومنزلتهم العظيمة ما يطلعهم على هالعلوم، هذا حمل هذا العلم. حبيب، وما أدراك ما حبيب، حبيب ابن مظاهر الأسدي. ها، ومنزلة حبيب ما يحتاج نفصل بيها، هو زعيم الأنصار ورئيس الأنصار، خلى الإمام الحسين زعيم عليهم. إيه سبقتني يا أبو زينب، خليني أحكي وياك، أطنى مهلا، أعرف قلوبكم متلهفة تنتظرون المصيبة يوم بعد يوم، اليوم سادس والليلة سابع، وإيش حال مآتمك يا أبو علي؟ الليلة سابع وإيش نقول في المآتم إحنا؟ فعل المعصوم يا جماعة حجة، المعصوم حجة الله وفعله حجة. لما إجا إلى كربلاء وخطط القبور الإمام زين العابدين سلام الله عليه، دفن الأنصار كلهم في حفيرة، بني هاشم بعظمتهم كلهم في حفيرة إلا الأكبر. وحبيب وين دفنه؟ ها، اليوم أنت تروح كربلاء.
إذا تبغي تزور الإمام الحسين غصبا عليك توقف وتسلم عليه: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. تسلم على حبيب وطلعتك توقف بعد على شباكه: شفناكم احنا وشفنا الناس، اكو بعضهم يحلو لهم يسجل اسمه في ورقة او موصينا ناس، عاد ارمي اسمي في شباك حبيب، ارمي اسمي في شباك حبيب. الله الله يا حبيب. تسلم عليه وتقول لي: عم يا حبيب انت عندك هالمنزلة العظيمة، لكل معصوم باب وانت باب المعصوم، باب المعصوم. حبيب احنا على بابك اليوم، احنا على بابك اليوم، احنا قادرين نزور امامنا، احنا قادرين ندخل مآتمنا، يلا يا حبيب. قاعد ببيت حبيب ويا الأسدية، تقول للأسدية: يا ابن العام، وحبيب حزين ايده على خده: يا ابن العام رأيت رؤيا البارحة أذهلتني. وش شفتين يا أسدية؟ قالت: يا ابن العام كأنني في بستان عظيم ويقطع هذا البستان نهر كأنه بطون الحياة. تأملت النهر تارة يصير كأن سم نقيع أخضر اللون، وتارة يتحول إلى دم عبيط. وقمت أمشي بحداي النهار وإذا بي من بعيد أرى امرأة مجلببة بالسواد منهدة الأركان. إيه الزهرة اجي على المآتم تفتار، وين هالونة وين هالضجة؟ يقول: قاعدة وعندها قميصين، واحد ملطخ بالدم والثاني ملطخ بالسم، إذا وضعت القميص إلا فيه السم يتحول النهر إلى سم نقيع، وإذا حطت القميص إلا فيه الدم يتحول إلى دم عبيط. وقفت على رأسها: أمة الله ماذا تصنعين؟ تقول: رفعت رأسها مرحبا بالأسدية، مرحبا بزوجة حبيب ابن مظاهر الأسدي. الله عرفتيني وعرفتين بعد زوجي حبيب، من أنت؟ قالت: أني مولاتك فاطمة. أبلغي حبيب عني السلام، وقولي يا حبيب، وقولي إلى تقول لك مولاتك الزهرة: يا حبيب أما أنا أن تشتري لشيبتك خضاب قطنة بيضاء؟ أقول لك حبيب تجاوز 80 بكثير، قطنة قطنة شيبته. قبض على شيبة حبيب، قال: الزهرة توصيك أن أشتري لي خضاب. قام حبيب على طول مهموم وطلع من بيته يتخفى في السكك. حبيب مطلوب عند الدولة، من الأسماء المطلوبة، وإذا يشوف من بعيد كأن مسلم ابن عوسجة قاعد بزاوية يبكي في إحدى السكك. إجا لحبيب: يا ابن العم الذي أخرجك في هذه الساعة؟ شو مطلع عنك؟ قالوا: أنت يا حبيب ويش مطلع عنك هالحزة؟ يبحثون عنك. قال لي: ويش أسوي يا ولد عمي؟ زوجتي شافت الزهرة بالمنام ووصتها أشتري لي خضاب، أخضم لحيتي. وإذا بمسلم يتمايل من البكاء: حبيب ترى زوجتي شافت مثلها الرؤية، أو تظن أن الزهراء تعني هالخضاب اللي بنشتري من السوق؟ قال: ويش تقصد الزهراء يا ابن العم؟ قالت: أن تخضب شيبتك من دم نحرك وتنصر ولدها الحسين. يقول لمسلم: يا ابن عمي دخبرني صاير، أشوف لونك من خطف والقلب طاير مذهول، تمشي بالسكك مشية الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد همان. قل هل الكوفة تراهم مستعدين
لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلا مولاك لا ناصر ولا معين، عاف الدنيا ومن كثر جار الزمن شاء. قال له حبيب النوح والحسرات ما تفيد، توكل على الله وكربلا عنا عجل قبل لا ينذبح نسل الأماجيد. يا سعد من يحظاه بنوم الداك لترى. رجع حبيب إلى داره قليل وإذا بالباب تطرق. طلع حبيب رسول مضيق اللثام يتلفت يمينا وشمالا، السلام عليك يا حبيب وعليكم السلام، من أنت؟ قال أنا رسول الحسين إليك. وهذا خطابه في أمان الله. أخذ الخطاب دخل إلى الدار، أسند ظهره إلى الجدار، فتح رسالة الحسين من الحسين بن رسول الله إلى الرجل الفخيه حبيب بن مظاهر الأسدي. أما بعد يا عم فقد أحاطت بي الجيوش من كل مكان، وأنا من غير ناصر ولا معين، فإذا وصلك كتابي فلا تقصر عن نصرتنا والسلام. حبيب أسامع الحسين ما عند أحد، وقع على الأرض، قعد على الأرض يبكي، روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء أبا عبد الله. الأسدية لما سمعت حبيب وين طلعت، حبيب صاير بيك يا حبيب تبكي، وما هذا الذي في يدك، تارة تخليه على قلبك وتارة على عينك، هذا وش في اللي بإيدك؟ قال يا أسدية هذا كتاب الحسين إلى ابن عمك، هذا كتاب الحسين إلي. بس سمعت اسم الحسين قامت عيونها دموعها تخر كرش المطر، وقعدت حذاي ابن عمها حبيب إيدها على قلبها، ولد عمي وانت ويش بتسوي؟ الحسين ايش يبغي منك؟ قال يا ابنة العم ويش يبغي غير النصر، ما عند أحد، بتروح تنصر لولا؟ قال أبغي أختبرها أنا هذه المرأة المؤمنة الصابرة. قال يا ابنة العام إذا أروح أقتال تترملين، تتيتم الأطفال، تهدم الدار، تنهب الضياع، ما يضل عند الشيء. لما سمعت حبيب وقعت على قدمه تقبلها، عمدت إلى خدها فخمشت، وإلى جيبها فشقت، وإلى مقنعتها فرمتها على الأرض. حبيب دعني آكل التراب وأمضغ النوى، لكن لا تضيعون زينب، روح يا حبيب روح، توكل على الله يا حبيب. هذه أبيات الآباء. يوم سادس هو يومهم، شوفهم يوم حبيب جايين متهيئين إلى هالأبيات. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته، كربلا يقولون ظل محصور بهلا وعزوته، كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعندها اطفال، كان راح حسين ما يرتفع الشيعة علام، ترضى لي بالخدر وحسين تهتك نسوته،
ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. ذبها العمامة يا ابن عمي أخذها المقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعة. ويلي يا ويلي، مثلك مثلك حبيبي يا مؤمن. قال ما يحتاج هالنخوة دي بطل من الونين، أنا عبد ابن البتول أو عبد أمير داب قلبي من سمعت بكربلة خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته، وحسين وإماما أسدية في أمان الله في دعة الله. أنتظر هالسعادة من متى؟ أنا الحسين في الخيمة ركب على جواد حبيب ومضى إلى كربلة. الحسين في الخيمة وزع الرايات كلها إلا راية واحدة، راية عظيمة سندها إلى جانبه. يدخلون الشبان ويشوفون هالراية العظيمة. أبا عبد الله شرفني بها، خليني أخليها ترفرف على راسي هالراية العظمى. قال لي أنت كفء كريم ولكنها مذخورة إلى رجل عظيم. يأتيني من ناحية الكوفة وإذا بالغبرة ثائرة من ناحية الكوفة، حبيب مقبل. أطلق العنان إلى جواده، إجوا الأصحاب. أبا عبد الله أتنتظر أحدا من ناحية الكوفة؟ تنتظر أحد؟ غبرة ثائرة. قام الإمام على طول بأبي وأمي، عباس، علي، قاسم، جعفر، عون، عبد الله، فلان وفلان. قوموا يا الأنصار كلكم 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 قوموا، لا بالمخيم ما حد يقعد بالمخيم. طلعهم أبو علي كلهم صماطين وهو أمامهم كالشمس الطالعة. حبيب لما وصل إلى كربلة وشاف هالاستقبال المهيب والحسين قدامهم كالشمس، رمى بنفسي من على جواده إلى الأرض. دب العمامة وإجى إلى الإمام الحسين يقبل التراب تحت قدمه. من أنا ليستقبلني الحسين؟ يلا نتمم الأبيات، نتمم الأبيات. إذا ما نقراها ما قرينا سادس يا مولاي. ما يقبلوني الآباء اللي يسمعوني. ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربلة، طلع عباس البطل بولاد أخوه، مرحبا يقل للشهيد وزينب. عيد علشان خاطر زينب. مرحبا يقل للشهيد وزينب، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول راي، جاه من زينب سلام ومدمع بالحال، أقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيا. صيح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمة، حيته بحسن تحي يوسر قلب ابن اخوته. ارتفعت الهلاهل التكبيرات في مخيم الحسين. زينب بخيمتها، مر علي الاكبر على الخيمه، ولدي علي تعال، بلا عمه ويصاير عندكم تهليل تكبير، من هو جاينكم؟ قال عمي لقد وصل عمنا حبيب ناصر وصاحب جدي أمير المؤمنين. وصل حبيب علي بلا عمه،
روح إلى أبوك الحسين وقل لي عمتك زينب، قل لي أني زينب أريد يأذن للحسين بالسلام على عمي حبيب. إجا الأكبر، أبا عمتي زينب تستأذنك بالسلام على حبيب. حبيب من سمع اسم زينب جثى بركبتيه على الأرض وقام ياخذ التراب على رأس حبيب. منه أنا حتى تسلم علي زينب؟ أبا عبد الله ائذن لي أن أسلم على فخر المخدرات. إجا حبيب من وراء الخبا، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، معدن الرسالة، مختلف الملائكة، السلام على فخر المخدرات زينب. إجت زينب من وراء الخباء تكلمه بصوت مبحوح، يعني دمعتها على خده: عم حبيب وعليك السلام، لا تقصر في نصرة الغريب. شوفه يكسر الخاطر أبو علي، ما عند أحد تقل يا ناصر أخوي حسين يا حبيب يا الجاي قصدك تخضب الشيب. شوف الولي متحير غريب، قالها ومنه تهمل العين والقلب من صار حسين. توصين يا زينب على حسين، وانا وهلي فدوة الى حسين. اي مأجور مأجور. انا عندي وياك ابيات، بس قبل ما ادخل الابيات، انت شايف هالمأتم الخالي؟ عندنا يقين وعقيدة، لو يكشف الغطاء عن عيونكم انتم موجون الفواتح، واهل الفقيد يصفونهم ليكم على الباب حتى تسلمون عليهم داخلين طالعين. لو يكشف الغطاء تشوفون واحد قاعد على الباب صاحب المصيبة حاشر الرأس قاعد قعدة الحزين، هو المعزل. أقول له: سيدي سامحني على هالأبيات، أعرفك ما ترضى على عمتك زينب، كل شي كل شي، بس إذا ذكرت عمتك زينب ينكس راسه إلى الأرض. زينب مثل ما نخت أبو فاضل ونخت أبو علي لما طلعوها من كربل على ناقتها العجفة، مرت على الأنصار قل: يا أنصار الله، يا أنصار رسول الله، هذه الخيل والرجال قد دهمتنا. يلا اسمع أبياته وأسألك الدعاء. مأجور. نادت وهلت للمدامع، يبدور ينجوم الطوالع، ينصارنا بيوم الوقايع، ما حد بقى عنا يدافع، سبايا على ظهور الضوالع. يا صفوة عالي مجدها، مثلها فلا يوجد بعدها، زينب ترى ظلت وحدها، ويوم اللي ما ظل حد عدها شال الشمر صوته وجلده. حتى شيعتكم سيدي ما يرضون على زينب، حتى شيعتكم سيدي تفتت قلوبهم زينب.
يا صفوة عالي مجدها مثلها فلا يوجد بعدها، زينب ترى ظلت وحدها ويوم اللي ما ظل حد عدها، شال الشمر صوته وجلد سلموا على جدي الهادي خبروه عن حرقة فادي، ما هي على ذبحة أولادي ولا ضيعتي بين الأعادي، أني حزني على مهجتي الهادي مقطوع راسه والأيادي. مرت على حبيب، حبيب عزيز على قلوب أهل البيت، مرت على حبيب نداء، نداء خاص إليه شيخ الأنصار، تقل يا حبيب عمي وخير للرجال من وين لي 70 شيال، سامحوني مشيت عنكم ما دفناكم. يا حبيب عمي وخير للرجال من وين لي 70 شيال، سلموا على خواض لهوال وقولوا العزيزة تشكي الحال، من طاح ورجالي بالرمال جاني الشمر مستبشر وقال بالعجل شتفوها بالحبال. اكو مشهد كسر خاطر زينب، تنخي على الحسين ما حد دفنه، وإذا تشوف الحر شايلين من المعركة ما خلوا تدوس الخيول ولا احتز رأسه، هني زينب انكسر قلبها احترق فؤادها، تقل لي الحر وفيت العهد زين لكن تركت القلب نصين، طحت وهلك شالوك في الحين وبقى أخويا وقرة العين، ظليت أنادي يا مسلمين تخلون أخويا بغير تجفين. إيه اتأمل اتأمل، أنا بنهي المجلس بهالبيت وأسألك الدعاء، هالدموع ما تنشف على الحسين؟ لا والله يا مولاي، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت كل جزع حرام إلا على الحسين. ظليت أنادي يا مسلمين تخلون أخويا بغير تجفين، غاروا علينا شمال ويمين وبخيولهم داسوا على حسين.